بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين، ومنك يا ربنا دائما طلب السداد والتوفيق والنجاح. متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل محبة وسلام. نلتقي بحضراتكم في يوم الاثنين 21 من مارس لعام 2022 للميلاد، وفي هذا اليوم الذي نشهد فيه تحديات وانطلاقات أشواط سن اللقاية من مسافة 5 كيلومتر، ضمن تحديات وانطلاقات هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى، المهرجان الغالي على قلوب الجميع. متابعينا الكرام، على بركة الله أعلنت بداية وانطلاقة هذا الشوط الذي خصص لفئة الإبكار، وجائزة هذا الشوط تايوتا لاند كروزر بيك أب رصد للفائز بالمركز الأول نبحر، مع مقدمة الشوط ومع أول الأسماء وأول الشعارات المتقدمة والمنطلقة مع هذا المسار وهذا الانطلاق، ومع المركز الأول صدارة الشوط هذه بطاشة مع المركز الأول بشعار سمو الشيخ ذياب بن زيد بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر الصادق فضل الأمين، من يقدم لنا بطاشة مع المركز الأول. المركز الثاني القدوم والوصول في هذه اللحظات مع المركز الثاني، من تتقدم في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية مع المركز الثاني، مع أسياد بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل يقدم لنا أسياد في عملية التضمير، والمركز الثالث الوصول من قبل عالية من تحتل المركز الثالث بشعار هجن المرقاب بقيادة المضمر علي بن سالم بن حمد بن سالم المالكي في عملية التضمير، والمركز الرابع القادمة في هذه اللحظات جناح من تحتل المركز الرابع بشعار هجن إنتاج أم الزبار بقيادة المحنك عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري في عملية التضمير، والمركز الخامس خامس الأسماء وخامس الشعارات ترى الوصول والقدوم في هذه اللحظات من قبل شعار هجن الشحانية مع المركز الخامس، ومع انطلاقة مرموقة من تحتل المركز الخامس بشعار هجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. إذا متابعينا الكرام، النداء الأول للمراكز المتقدمة أتممناه على مسامعكم، ولكن نعود إلى مقدمة هذا الشوط وإلى المركز الأول، إلى من تقدمت وانطلقت إلى المركز الأول أسياد. أسياد مع صدارة هذا الشوط بشعار هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل في عملية التضمير، مقدما لنا انطلاقة أسياد مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني ثاني المراكز القدوم والوصول من بطاشة مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، ومن يقدم لنا بطاشة في عملية التضمير الصادق فضل الأمين في عملية التضمير. المركز الثالث وصول وقدوم من قبل ثمينة من تحتل المركز الثالث بشعار هجن الرئاسة وبمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في عملية التضمير، يقدم لنا ثمينة مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع القدوم والوصول في هذه اللحظات من شعار هجن الشحانية من تقدم الظبي مع المركز الرابع وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن جابر بن فاران في عملية التضمير، والمركز الخامس القادمة في هذه اللحظات مع خامس المراكز القادمة في هذه اللحظات هذه النوف بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق بن جمعة بن محمد الرميثي في عملية التضمير، يقدم لنا هذا الشعار وانطلاقة النوف مع المركز الخامس بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. إذا متابعينا الكرام، نكتفي بهذا النداء ونعود إلى المركز الأول.
نعود إلى صدارة الشوط وإلى أسياد، من تتقدم من تندفع مع المركز الأول بهذا الشعار المتميز، شعار هجن الشحانية مع المركز الأول، من تتقدم وتنطلق وبمتابعة برنس المضمرين من يقدمها في عملية التضمير. جار الله بن محمد بن عقيل يقدم لنا أسياد، من تنطلق وتندفع مع صدارة هذا الشوط، تتقدم مع المركز الأمامي ومع الصدارة مع افتتاح الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. يا سلام، وهذه أسياد هي المتقدمة والمنطلقة مع المركز الأول. المركز الثاني بطاشة لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان والصادق فضل الأمين في عملية التضمير. ثمينة هي القادمة مع المركز الثالث بشعار هجن الرئاسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في عملية التضمير. تقدمت إلى المركز الثاني ثمينة، تصل بكل قوة في هذه اللحظات ومع هذا التحدي في هذا المسار بشعار هجن الرئاسة، والقادمة مع المركز الرابع، وتابع الوصول والقدوم من مراسيل بشعار هجن إنتاج أم الزبار. جابر بن علي بن جابر النجم المري هو القادم في هذه اللحظات مع هذا المسار، ووصول وقدوم من قبل شعار هجن العاصفة، وكذلك هذه القادمة الحصبة بشعار هجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل. ولكن نعود إلى التغيرات على المقدمة من قبل ثمينة، تقدمت وتسللت مع آخر الأمتار، انطلقت إلى المركز الأول ثمينة لهجن الرئاسة بمتابعة المجازف، المجازف بزيتو في عملية التضمير. الله 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 الله، ثمينة ثمينة والأمتار الأخيرة، التهاني والتبريكات لهجن الرئاسة على هذا الفوز وعلى حصول ثمينة بالمركز الأول. المركز الثاني أسياد بشعار هجن الشحانية بمتابعة البرنس، المركز الثالث كان القدوم والوصول من قبل بطاشة لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان بمتابعة الصادق فضل الأمين. المركز الرابع كان القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل الحصباء، من احتلت المركز الرابع بشعار هجن الشحانية. والمركز الخامس كان القدوم والوصول من مراسيل بشعار هجن انتاج ام الزبار بمتابعة جابر بن علي بن جابر النجم المري. نعود بالتهاني والتبريكات لهجن الرئاسة على فوز ثمينة وحصولها بالمركز الاول في هذا الشوط، والتهاني والتبريكات لمحمد بن عتيق بزيتون المهيري. التوقيت الزمني 7:26:99 جزء من الثانية، توقيت صاحبة المركز الاول في هذا الشوط، بينما المركز الثاني اسياد لهجن الشحانية بقيادة جار الله بن محمد بن عقيل. والتوقيت الزمني 7:29:01. المركز الثالث من نصيب بطاشة، من احتلت المركز الثالث بشعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة الصادق فضل الأمين. والتوقيت الزمني كان الوصول، وكان التوقيت الزمني 7:30:65 جزء من الثانية، توقيت صاحبة المركز الثالث في هذا الشوط. نعود